من نشيد سيغنى يوما ما، يوم يصبح لبنان طليقا. ربيوا عشطوا عجرود مثل ما بترمى النسمة، الحرية عملوها حدود. شكوا بلاد بالنجمة، ولمن يهبج هالبارود وتهبج بارود الكلمة، لاقيهن والغرمان عليها الريح وكرة. هن الردوا عن لبنان طيضلوا عالي البنيان طيضلوا عالي البنيان. سعيد عقل هوى وترك إرثا للتاريخ الآتي. أهالي العسكريين يقمعون لأن ليس لهم رب يحميهم كالمياومين. تتابعون في النشرة: المجلس الدستوري رد طعن بالتمديد لمجلس النواب. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي ونيكول الحجر. مساء الخير. سوف نبقى يشاء أم لا يشاء الغير، فاصمد لبنان ما بك وهنوا. سوف نبقى لا بد في الأرض من حق وما من حق ولم نبقى نحن. وفي قصيدة أخرى: ومن الموطن الصغير نرود الأرض، نذري في كل شط قرانا، نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا، ونبني أن نشأ لبنانا. هل يحتمل لبنان فقدان كبيرين في أسبوع واحد؟ سعيد عقل وصباح. الكبار يرحلون فيما الوطن الصغير يغرق في صغائر السياسات والسياسيين الصغار. سعيد عقل قرن ونيف من تاريخ لبنان، وإرث أدبي وفكري وسياسي للتاريخ الآتي. وفيما الكبار يرحلون يغرق البلد أكثر فأكثر في اليوميات الضيقة وفي سياسات فشة الخلق والاستقواء على الضعيف. أهالي العسكريين المخطوفين يعاملون بقوة لأن ليس لهم رب يحميهم، فيما المياومون يقطعون الطرقات ويحرقون الإطارات، ولا أحد في الدولة من كبارها إلى صغارها يجرؤ على النظر إليهم. أما لماذا؟ فلأن لهم ربا يحميهم. أهالي العسكريين يعطلون أشغال الناس فيتحرك العسكر لسحبهم من الشارع، أما قطاع الطرق من أصحاب مخالفات الأبنية فلا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم. أصحاب الشاحنات يقطعون الطرق ولا من يواجههم لأن لهم ربا يحميهم. أما أهالي العسكريين فيبدو أنهم الحلقة الأضعف. هذه المهزلة كشفت عورة حكومية: وزير يعترض على قطع الطريق، ووزير ينتقد قرار زميله. لكن بعد تهديد النصرة بقتل العسكري علي البزال، عاد الأهالي لقطع الطريق، لكن هذه المرة لم يمنعوا أو يقمعوا، وفي وقت لاحق تراجعت النصرة عن تهديدها. ومن إشكاليات نهاية الأسبوع قرار المجلس الدستوري برد الطعن بالتمديد لمجلس النواب، ويتوقع أن تكون لهذا القرار ارتداداته السياسية.